راه الهجرة هوس. كاين من المغاربة اللي تيخلصوا عشرات الملايين، هاش هذوك فقراء، بحثا عن الهجرة في كندا وبحثا عن الإقامة في كذا، والإغراءات اللي كاينة في العالم. تعلمون أن شباب خرهم المغرب مهندسين وأطباء وكذا، وكانوا في مناصب ديال العمل، ولكن كاين هاد الهواس الهجرية. كاين الفقر، كاين البطالة، كاين المشاكل، ولكن كاين كذلك شوية المبالغة، كاين اللي عنده هوس الخارج في دماغه وخا يكون تيصور. وانتم نديروا إحصاء للذين هاجروا وهم في وضعية مريحة وعندهم عمل وعندهم وأدوا ثمن. وشوفوا هذول اللي يشاركوا في الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية، والذين يشاركون في الهجرة إلى كندا والعالم الجديد وأوروبا لذلك لا يستقيم، لا يستقيم أن نكون بوقا للدعايات. شحال هذا؟ راح المغاربة 35 37 مليون نسمة. نفرض أن آلاف 10,000 من أطفالنا شناهم في ديك الوضعية، واش هذا هو المغرب؟ علاش تت المغرب تنعيش فيه جميعا موجود فيه أبناء. ولذلك أنا لا أدعي بأن هاد 10,000 ولا حتى 100,000، لابد أن نعمل من أجل تصحيح أوضاعه. الموضوع الحماية الاجتماعية راه ظهر كفكرة لدى الإنسانية من بعد الحرب العالمية الثانية، عندما مات الأزواج في الحروب وبقوا الأطفال. شوفوا أطفال أوروبا وقتها، شوفوا غير من القصص والروايات والمسلسلات والأفلام التي تحكي عن آلام الأطفال اللي تشغلوا في المعامل في لندن وفي باريس وفي كذا. هذا الواقع هو الذي أوحى بفكرة الحماية الاجتماعية وانطلقت الحماية الاجتماعية. واتركوا، احنا بلد راه استقلالنا حصلنا عليه غير عشرات السنين من هنا. راه كاين مشروع حقيقي تنموي. رجاء لا تبخسوا المجهود الذي تقوم به بلدكم في كافة المجالات.